حبك لأي شيء إنك تحب، يعني تحب مهنتك، هو ما حبهاش. طيب هنتقل للفترة الحالية، برضو الناس بتنظر للكابتن محمود الخطيب بيقود الفترة الحالية ومجلس الإدارة، نموذج وامتداد للفترات اللي كان فيها نجم الكرة الكبير اللي أصبح نجم المجتمع ورئيس للنادي الأهلي زي الكابتن صالح. بتشوف إزاي التطوير اللي بيحصل في النادي دلوقتي وأسلوب إدارة النادي حاليا مع مجلس الإدارة الحالي بقيادة الكابتن محمود الخطيب؟ لا، شايف في حركة تطوير غير عادي للنادي، والنوادي بقت مش نادي، يعني ان الميزانيه تقترب من 1 مليار جنيه، ده شيء عظيم جدا. لا، في تطور، يعني احنا النادي الاهلي كل شهرين ثلاثه بتشوف فيه جديد. الفرع الشيخ زايد، انا فاكر كابتن صالح اما فتحنا فرع مدينه نصر فطلب مني اعمل فيلم عن تاريخ النادي الاهلي، قال لي والنادي بس ما تجاوزش 10 11 زي تاريخ النادي الاهلي. فكان الكابتن حسن المستكاوي هو اللي اعد السيناريو ونفذناه، وكان معانا الكابتن شطه، وفتحنا بيه مجمع السباحه اللي في مدينه نصر. والتزمتوا باللي الاداره طلبته في التقشف في الانفاق وانه يبقى في بادجت محدوده، ولا اقنعتهم وصرفتوا البادجت اللي كنت لا هو مش بادجت، الفلوس ما كانتش مشكله، انا بتكلم على الوقت، هو الوقت نفسه اللي في المده الزمنيه للفيلم نفسه. فعرضناه في افتتاح مدينة نصر، وكان سعيد جدا وقال لي معلش يا عمر ركز ان ايجار الجزيرة 1 جنيه سنويا بندفعها للمحافظة. ما كنتش عارف ليه يعني، وحتى كان اللي علق على الفيلم كان فاروق الفيشاوي الله يرحمه، وكنا سعداء جدا بنعمل حاجة للنادي الاهلي، والمساعدين بتوعه جم، ما حدش خد مليم طبعا. كل المجموعة دي عملت ده بشكل طبعاً تطوعي للنادي الاهلي حبا في النادي طبعا الأهلي. فقال لي ركز على الحكايه دي. كان وزير الاسكان معانا في افتتاح المجمع السباحه، فهو بيسلم عليه قال لي الرساله وصلت، مش هنغلي عليكم الارض. كويس التارجت من الفيلم نفسه من الفكره المطروحه كمان بيتحقق، او مسؤولين بيستجيبوا له يعني. حقيقي، وكان فيلم عن استعراض تاريخ النادي الاهلي كله. وللاسف عملت فيلم تاني للاسف، يعني اتعرض في 40 الكابتن صالح، عن صالح سليم شخصي رحمة الله عليه، الله يرحمه. طيب يعني حضرتك بتقول انك من الاعضاء اللي سعداء جدا بالتطوير، بالشغل، المشروعات اللي بتتم في كل الفروع بالاتجاه لاقامه الفرع الجديد في التجمع، يعني حجم العمل والجهد المبذول حاليا في كل الفروع. لا واضح طبعا، يعني اعتقد اي عضو شايف ده بشكل ملموس جدا. يعني حضرتك بتشوف ازاي تجربه التمثيل، خلاص اتكلمنا عن الاداء الرائع اللي حضرتك وصفته.